السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس التمييز وأنواعه. تمييز هو اسم نكرة يذكر بعد مبهم ليزيل إبهامه ويوضح المقصود منه، يعني ده حاجة بتبين لنا حاجة مش واضحة أو مبهمة مش باينة. طب ايه هو المميز؟ قالك هو الاسم المبهم الغامض الذي يوضحه التمييز، يعني ده اللي مش باين، ده اللي مش واضح، ده اللي مبهم وانت بتحاول توضحه بالتمييز. مثال: اشتريت كيلو لحمة. لو قلت اشتريت كيلو، انا فهمت ايه؟ فهمتش حاجة. اشتريت كيلو ايه؟ مش فاهم. يبقى كيلو ده المميز، ده الشيء المبهم. طب لحمن، لحمن دي بينت لي انا اشتريت ايه، يبقى لحمن دي تمييز منصوب بالفتحة. طيب تمام، كيف نتعرف على التمييز في قطعة النحو؟ قال لك نبحث عن اسم نكرة منصوب اتى بعد مميز ملفوظ او ملحوظ. طب ايه هو المميز الملفوظ؟ هو تمييز الوزن. عندنا بتاع 4 حاجات كده، هم دول المميزات. تمييز الوزن منهم قنطار، كيلو، رطل، لتر، مثقال. طب تمييز الكيل: أرضب، كيلة، صاع، حفنة، مدة. طب تمييز المساحة: فدان، قيراط، ميل، ذراع، فرسخ، متر. طب تمييز العدد: أي عدد، زي العدد المفرد من 3 لـ10، العدد المركب من 11 لـ19، أعداد ألفاظ العقود من 20 لـ90، يعني 20 30 40، المعطوف العدد المعطوف من 21 لـ99، يعني 21 22 23، ما عدا العقود. العدد 1100 ومضاعفاتها، يعني 1,100,000، أي أرقام من دي بعدها على طول لو جه كلمة تبقى تمييز. طيب في ملحوظات مهمة، إن يجوز للكلمة إن هي تأتي تمييز وتأتي كمان مميز، زي اشتريت 20 لترا بنزينا. كلمة لتر عندنا تمييز للعدد 20، وبرضو مميز لبنزين في نفس الوقت. تمام. طب يجوز في التمييز الوزن والكيل والمساحة أن يأتي منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر من. يبقى هو في العادي بيبقى منصوب بالفتحة أو أيا كانت علامة إعرابه، إنما في الأوقات دي أو في الظروف دي ممكن عادي يبقى مجرور بالإضافة أو مجرور بحرف الجر من أو منصوب زي ما احنا عارفين، زي اشتريت كيلو عسلا بالفتحة، عسلين بالكسرة، من عسل برضو بالكسرة لأنه مجرور. طيب كده احنا الدرس بتاعنا خلص، وده ملخص لي أو حاجة صغيرة التمييز وأنواعه. مميز طبعا بيتكلم، التمييز بيتكون من مميز والتمييز العادي. المميز ده بيكون اسم مبهم غامض الذي يوضحه التمييز. التمييز واسم نكرة يذكر بعد مبهم ليزيل إبهامه ويوضح المقصود منه. وبنعرفه منين؟ بنعرفه لو جاء بعد مميز ملفوظ أو ملحوظ وعرفناه. طيب عندنا بقى شوية أسئلة اللي بتيجي في الامتحان، يقولك استخرج التمييز من الجمل الآتية، وساعات ممكن يقولك بين علامات إعراب. أنا عندي 4 جمل، أحللكم منهم 2 وهسيب لكم الباقي. طيب عندنا اول جملة: شربت لتر ماء. يبقى اول جملة شربت لتر ماء. ماء دي انا اول ما اشوفها كده لو قلت شربت لتر فهمت حاجة، لا في مبهم، يبقى لتر ده ايه؟ مميز، حاجة مبهمة. طب ماء ده التمييز، ده الحاجة اللي بينت لي الحاجة اللي بينت لي الموضوع، ده الحاجة اللي بينت لي المميز. طيب تمام المبهم. تاني جملة: سكبت حفنة من القهوة. عندنا لو قلت سكبت حفنة يبقى انا قلت حاجة مبهمة، انا مش فاهم حفنة ايه اللي سكبتها او ايه من ايه اللي انت سكبته ده. طب لو قلت من القهوة يبقى انا كده فهمت، يبقى انا كده وضحت المبهم، يبقى حفنة دي مميز ومن القهوة ده التمييز. وقلنا ان هي ممكن تيجي بعد من، تبقى هتبقى اسم مجرور بالكسرة، يبقى مش منصوبة، هتبقى اسم مجرور بالكسرة. فضل الجملة التالتة والرابعة بإذن الله تحلهم مع نفسكم بنفس الطرق، بنفس الطريقة اللي أنا حليت بيها الاتنين الأولانيين، ومفيش سؤال هيقف معاكم بعد كده. ومع نفهم نتعلم ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.